يا أهلا فيكم من جديد. نظرت الهيئات الصحية الشرعية بجميع مناطق المملكة العام الماضي أكثر من 3000 قضية خطأ طبي عرضت على اللجان الشرعية المتخصصة، حيث تم ترحيل أكثر من 1800 قضية وتوريد أكثر من 1200 قضية. نتابع مزيد من التفاصيل والأرقام في هذا التقرير، ثم بعد ذلك سيكون لنا نقاش حول الأخطاء الطبية. تتزايد الأخطاء الطبية ويتزايد معها الخوف والقلق من المرضى عند مراجعة أي مستشفى لإجراء عملية أو فحوصات أو أخذ علاج، حيث أبدى عدد كبير من المواطنون تخوفهم من الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية والأهلية. وفي ذات السياق، أكدت مصادر طبية لصحيفة الوطن أن مجموع القضايا المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية للأخطاء الطبية بلغت 3043 قضية. وأشارت الإحصاءات إلى أن قضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية تبعا للإدانة من عدمها بلغت 374 قرارا رصدت في 13 منطقة، منها 196 قرار إدانة بالأخطاء الطبية و178 قرار عدم إدانة بالأخطاء الطبية، في حين تم تسجيل 196 إدانة بالوفاة بوقع 4 أحكام أسبوعيا. والتساؤل الأهم الذي يطرح، ما هو سبب استمرار الأخطاء الطبية لدينا؟ وهل هناك قوانين صارمة تحمي حقوق المرضى من هذه الأخطاء؟ للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو رئيس قسم الشؤون القانونية بوزارة الصحة سابقا الأستاذ إبراهيم المسيطر، ومن استديوهاتنا في جدة ينضم معنا الكاتب المختص في الشأن الصحي الأستاذ محمد السنان. حياك الله معنا أستاذ إبراهيم. بداية تعليقك على هالأرقام اللي وردت في القضايا المعروضة على اللجان الشرعية، تكلم عن أكثر من 3000 قضية خطأ طبي، هذا عدد أتوقع أنه مو بقليل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وشيء الحقيقة شرف أن أجلس معك وأسمع وأتكلم في هذا الموضوع أمام المشاهدين. فعلا يعني إذا تحسبها، طبعا الإحصائيات في وزارة الصحة من زمان هم يسوون الكتاب الإحصائي ويطلعون الإحصائيات في هذا الموضوع. هو ربما أنه يلفت الانتباه هو الكم للقضايا المعروضة، لكن الأهم هو الناتج بالنسبة للإدانة وعدم الإدانة، القرارات اللي تصدر فيها. فلربما أنه داخل والطالع، لكنه القرارات أقل من الـ من الـ من العدد الموجود فيه. لو تجي للعامة مثلا قارنها مع سنوات سابقة، ربما تشوف الفرق ما بين هل هي ارتفعت، هي طبعا مؤشر على ارتفاع الأخطاء الطبية. وهي وانت رأيك ارتفعت؟ والله هي إذا نظرت العام 32 الإجمالي 1777 تقريبا، يعني نتكلم عن قضايا ثلاثة، نتكلم عن 1432 1700 قضية الآن الضعف تقريبا. الآن الضعف تقريبا، معناتها مسلسل أخطاء طبية متكرر وفي ازدياد. هذه صحيح، هي مؤشر، ولكن الحقيقة لا تعطيك هالإحصائية المؤشر الدقيق، لأنك أنت الغالب كمان 3000 هذول تقدموا، لكن في ناس ما تقدموا. يعني هي السؤال كيف تعرف العدد بدقة؟ عن طريق الوزارة من داخل، يعني الوزارة تعرف الخطأ الطبي من داخلها كإجراء، يعني من خلال المستشفيات تعطيك. الناس ما تعرف أنه في خطأ طبي ولا ما فيه، في ناس تعرف لكن ما ترفع دعوة، ما عرفوا طريقتها. يعني فالإحصائية اللي عندك هذه إحصائية على اللي تقدموا بالشكاوى، لكن ليس اللي تقدمت فيها الوزارة اكتشفتها وحاسبت فيها. هذه ليست يعني ليست دقيقة الرقم هنا عندك 3000. طيب يعني يبقى انه رقم مفترض، يعني لا ورقم مخيف، معليش يعني صحيح. ورقم مؤلم بعد صحيح. ويا ما تم فتح ملف الأخطاء الطبية والوزارة على تعاقب وزرائها ومن أتى عليها وذهب، انه سيكون هناك جدية في النظر لملف الأخطاء الطبية، النظر لتقليل، يعني هي موجودة في كل العالم لكن نبي نقلل عددها، نبي نحاول نحتويها، نبي نعالجها، نبي نعطي من ظلم حقه، معناته انه ما صار شيء، كل هالخطط وكل هالوعود صارت يعني في الهواء. وربما إذا تأخذها بنفس السياق، شوف القرارات اللي تصدر مثلا في الرياض تلقاها بسيطة، يعني قرارات الإدانة، يعني عنده مثلا عنده 21 قرار إدانة. هذا شوف الحجم اللي عندك أنت. يعني هذا
هنا تعني أيضا السؤال، هل فعلا القضايا اللي معروضة هي قضايا تدرس بجدية وتحقيقات وأمورها جادة؟ هل الناس اللي تتقدم هي ما تتقدم في أخطاء؟ يعني في وفيات موجودة، لو أنت تبغى تعرف الحقيقة شوف الوفيات اللي تحدث في المستشفيات مثلا في القضاء الصحي عموما يعني خاص وعام، ثم راجعها في الـ في الـ في القضايا اللي هي تعتبر عرضت على. ثاني شيء هنا ايضا في الاحصائيه الاطوكيه هي قضايا الوفيات، عندك قضايا البتر، عندك قضايا المسائل الاخرى ما اعطوك اياها، عندك القضايا اللي ما دون الوفاه كلها ما اعطيت اياها ما طلعوك اياها. طيب خليني اروح لجده محمد، يعني اتوقع شفت الارقام والاحصائيات، يعني برايك وش اسباب تزايد الاخطاء الطبيه؟ هل لعدم وجود قوانين صارمه تحمي حقوق المرضى، ام عدم كفاءه العديد من الكوادر الطبيه الموجوده عندنا في مستشفياتنا؟ وين المشكله؟ يعطيك العافيه، مساء عليك اول شيء بالخير وعلى الساده المشاهدين وعلى الاستاذ ابراهيم يعطيكم العافيه. طبعا أول شيء بس قبل لا أدخل في الإحصائيات أبغى أتكلم عن نقطة بسيطة، اللي هو أول شيء خلينا نعرف الخطأ الطبي للناس علشان نوعيهم عن الشيء اللي احنا قاعدين نتكلم عنه. طبعا الخطأ الطبي هو عادة أي انحراف عن المسار الصحيح يؤدي إلى شيء خارج العرف الطبي، بمعنى أنه خرجنا عن المسار المعروف طبيا بالنسبة للخطة العلاجية أو النتائج. ولازم يتضح لدى الجميع أنه ليس بالضرورة الخطأ الطبي يعني وفاة أو فقد عضو أو بتر أو منفعة، ممكن يكون عارض صحي حدث ويمكن علاجه وتلافيه، فلا نخاف من الأعداد الكبيرة ولو أنه فعلا بعض الأخطاء الطبية مخيفة جدا. لازم كمان أيضا الإعلام يخدمنا أنه يفرق بين المضاعفة الطبية والخطأ الطبي، يعني فعلا المضاعفات الطبية أحيانا ممكن تتحول إلى خطأ طبي. يعني مثلا المضاعفات الطبية دائما بتوضع في ورقة إقرار العمليات وبيوقع عليها المريض، مثلا النزيف أو من الأشياء الدارجة دائما في المضاعفات. متى يصير خطأ طبي؟ لو لم يتم اكتشافه والتعامل معه بالطريقة الصحيحة التي تحافظ على حياة المريض يتحول لخطأ طبي. فدائما لازم نفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية. للأسف الإعلام أحيانا يهيج الموضوع، الحالة صارت وفاة أمس وفيها شبهة خطأ طبي، يطلع لك خبر وفاة 30 بخطأ طبي أو وفاة طفلة بخطأ طبي. احنا استعجلنا القرار قبل الهيئات الطبية وقبل المحاكم، وهذا خطأ لابد نتنبه له علشان نوجه الإعلام بالطريق الصحيح. طيب برجع لي أسباب تزايد الأخطاء. طيب أيوة، الخطأ الطبي يتزايد عندنا أو عندنا تزايد في أعداد الخطأ الطبية بسبب أربع أركان لا يخلو أن الخطأ الطبي يكون من ضمنها. مقدم الخدمة أحيانا يكون جاهل بالإجراء أو يقوم بإجراء فوق مستواه العلمي والعملي، أو يكون عنده إهمال في القيام بالإجراء بالطريقة الصحيحة. وللأسف مؤخرا سمعنا في الأخبار حتى عن عدد من الشهادات المزورة في جهات حكومية عدة وتخصصات مختلفة كان للأطباء عدد كبير منها للأسف من الوافدين. الركن الثاني اللي هو المنشأة، أحيانا بعض المنشآت بتقوم بإجراءات أو عمليات هي فوق إمكانياتها وتجهيزاتها أو فوق إمكانيات الكادر الطبي الموجود، وهذا لا يعطيها إيجابية أمام المسؤول أو أمام المجتمع أنها قامت بعمليات، بالعكس هي بتقوم بشيء خطير جدا عالي فوق مستواها غير مهيئة له بشكل كامل، زي بعض المستشفيات اللي افتتحت مؤخرا بشكل شبه إجباري أنها تفتتح وهي غير مهيئة وحدثت فيها أخطاء طبية تكلمنا فيها من هذا المنبر. عندنا الحاجة الثالثة النظام المتبع، لابد يكون عندنا تأكيد على اتباع فعلي لمعايير الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات وفي العمليات خصوصا. يعني عندنا في المملكة مجلس الاعتماد المشاهد سباهي الجودة، لو كان فعلا يقوم بدوره على أكمل وجه وكان له فائدة فعلية على أرض الواقع لقلت الأخطاء الطبية نتيجة اتباع المعايير، لكن هو فقط معيار صوري وتابع لوزارة الصحة يقيم المستشفيات، وكثير من المستشفيات غير مؤهلة اجتازت هذا التقييم
والدليل نراه في مستشفيات كثيرة وأخطاء طبية منتشرة. الحاجة الرابعة اللي ما يتوقعوها يمكن الناس أن يذكرها اللي هو متلقي الخدمة أحيانا يكون سبب في الخطأ الطبي. كيف؟ عند جهله بحقوقه وواجباته، عند عدم التزام بالخطة العلاجية، ممكن الطبيب عمل الإجراء الصحيح وأعطاه دواء لمدة شهر، المريض ما اتبع التعليمات وأخذ الدواء فحصلت له مضاعفات، الطبيب أعطاه تحذيرات من أكلات معينة من إجراءات معينة، المريض ما اتبع هذه الإجراءات فحصل المحظور فصار له خطأ طبي. أيضا الذهاب لأكثر من طبيب بدون إخباره عن الإجراء السابق، عدم الإفصاح عن الذهاب إلى طبيب وطبيب آخر وطبيب آخر، فأخذ أكثر من خطة علاجية، وهذا أيضا يسبب لدينا خطأ طبي. طيب واضح محمد. إبراهيم، حنا قررنا بالمشكلة وأنها في تزايد معدل الأخطاء الطبية، وحتى من ضمن إحصائيات من مجموعة القضايا المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية للأخطاء الطبية تم تسجيل 196 إدانة بالوفاة، يعني بواقع 4 أحكام أسبوعيا. يعني هذه إحصائيات تبقى أنها إحصائيات يعني مؤلمة وتعطي مؤشر مهما يكون، أوكي مؤشر سلبي. كيف يكون عندنا فعلا جدية في التعامل مع مثل هذا الملف، ملف الأخطاء الطبية، لا من حيث الناحية القانونية وحقوق المرضى، ولا من ناحية كذلك السعي لتقليل هذه الأخطاء الطبية؟ يعني في ناس ذهبوا يعني من هذه الحياة بسبب خطأ طبي، في ناس بترت ممكن أعضاء منهم بسبب خطأ طبي، ما راح تعود لهم كأعضاء، وما راح يعود لهم من ذهب ومات. يعني شيء مؤلم، لكن على الأقل تقدر تحدث عن كيف يمكن نحتوي هالمصيبة وهالمشكلة. هو ربما أنك حددت عناصر الاحتواء في 3 أشياء، اللي هو الأول فعلا في التقنين، في القانون نفسه، النظام. النظام طبعا اذا بتجي للنظام العقوبات والمسائل البسيطه، لما اجي للماده مثلا في النظام تقول لك سو تعويض، يجي القاضي مثلا يقول لا انا حدف الديه او الارش. عندك مشكله ما بين فهم التعويض لدى القضاه. المشكله هي تكمن في قوه القرار الصادر من الادانه. الادانه الان اللي تسمع ادانه، لكن السؤال وين القرار؟ وشو؟ ربما تجده ضعيف، ما في شفافيه. ها، ما في شفافيه في الافصاح. انا اتصور انه ما في مطلعوا ارقام، لكن تتوقع ان في شفافيه. هم طلعوا ارقام، نعم، في شفافيه بالافصاح، في شفافيه بالعقوبات اللي يعني حتى تدري. الممارس العقوبات، الطبيب ولا اخطا. يا اخي عطنا وش بتعاقبه. صحيح، وش الادانه اللي فيه، وش اللي صارت العقوبه؟ ربما لا تجد العقوبه، ممكن تجدها انذار مثلا. أنت على ربما تجد أن مسألة يعني غرامة 10,000 ريال مثلا، جيد. ربما تجد مثل ما بنت أو راحت حياة المستقبلية كذا بسبب خطأ طبي، أو حتى زوجة بكر توه وبمجرد خطأ طبي أيضا خلاص عدمت. شاب يشتغل توه بدين يشتغل خلاص انعدمت حياته المستقبلية، تجد التعويضات علمه ولا شيء، يعني حتى لا يكلف في متابعة حالته. المسألة مشكلة عندنا في النظام، في القانون نفسه هو دائما يكررها، هي الخطأ الشخصي والغير الخطأ المرفق. يعني تجد المستشفى مثل ما قال الأخ محمد، أنه المستشفى يتكلم عن العمليات ويظهرها في الإعلام، لكن لما يصير في خطأ طبي هم يتركوا الطبيب لوحده. طيب المستشفى ما هو مستفيد من الطبيب، صح ولا لا؟ المشكلة الطبيب يصير عنده خطأ شخصي ثم يحاسب بحساب ضئيل، لكن المستشفى وش وضعها؟ اللي هي حصلت على المبلغ والمقابل المالي الكثير من نتيجة الأخطاء اللي قبل ما يكتشف الخطأ هذا، بأخطاء متراكمة بالنسبة للطبيب. هذا ليس ترى خطأ واحد تجده، تحصل الطبيب أو الممارس الصحي اللي أخطأ ليس خطأ هو الأول، ربما متراكم من قبل، لكن هنا اكتشف. يعني واحد واشتكى جاء واحد اشتكى، لكنه لا يوجد في المستشفى، في كل مستشفى لا يوجد اكتشاف الخطأ قبل ما تكتشفه أنت كمريض. فتجي أيضا في هذه العملية كإجراءات في المستشفى، ما توجد هناك التقنية اللازمة فعلا لتتبع الخطأ الطبي من بداية دخول. قال أنه بيسووا نظام إلكتروني أذكر فيما والله سووه، أعتقد أنه سووا ما يسمى ببرنامج الخطأ الجسيم فعلا، لكنه هل استمروا فيه ما استمروا لا أعرف صراحة. يعني هذه هي نقطة. طيب محمد يعني حتى يمكن الهيئات الصحية الشرعية في المملكة عندنا يمكن 22 هيئة يعني تنظر في موضوع الأخطاء الطبية، يعني هل هي كافية يعني تقوم بدورها؟ الهيئات الشرعية تقريبا نوعا ما، ما هي المشكلة لدينا؟ والهيئة أتوقع الهيئات الشرعية عددها يعني كافية تقوم بدورها. المشكلة عندنا أنه البروسيس اللي تمر فيه، اللي هي البروسيس اللي هو الخطوات اللي يمر فيها القضية،
انه المريض بيشتكي عند المتابعة الفنية في المستشفى او في مديرية ما بعدين القضية بعد ما يتم فيها التحقيق واخذ افادات بترفع للهيئة الطبية بترسل الى لجنة طبية متخصصة بعدين اللجنة الطبية متخصصة بترسل للهيئة الطبية بعد الهيئة الطبية يعني بيحكم انه في خطأ او ما فيها خطأ وبعدين هل بتروح بعدين بترجع الى المريض او المرافق او المشتكي هل يوافق او يحولها لديوان المظالم كل هذا ياخذ اشهر يعني مثلا في طبيب غلط اعرف يعني طبيب مثلا خطأ وسبب وفاة وللآن يحقق في امره ويمارس المهنة وسبب خطأ ثاني ليش ليش ما اوقف ثالث ورابع وخامس ليش ما اوقف مثل هذا ما هو الطبيب؟ للأسف للأسف الإجراءات لدينا يتم التحقيق مع الطبيب ولكن يستمر في عمله هذا خطأ كبير جدا انه شخص انت مشتبه انه سبب اهمال او سبب حالة وفاة او عنده جهل بالاجراءات وتجعله يستمر في عمله نتيجة ان التحقيق سياخذ سنة او سنتين او اشهر هذا اجراء غير صحيح انا اطالب اعادة النظر بموضوع ممارسة المهنة في وجود قضية عالقة متعلقة بخطأ طبي لكن للأسف لذلك زي ما قال الأستاذ إبراهيم تجد أن الطبيب في الخاص ممكن يخطأ خطأ أو حتى في الحكومة نعم. وبعد فترة يخطأ خطأ ثاني وهو للآن جاري التحقيق في قضيته ما انتهت يعني ممكن هذا الجزار يطلع لنا بعشرة وهذه مصيبة وبعدين نقول أنه قضيته انتهت وفي عندنا موضوع مهم لابد لا نهمله هذا العدد اللي نتكلم عنه والإحصائيات هو ما تم اكتشافه أو تم الاشتكاء شكرا كثير من الأخطاء الطبية قد يكون دار عليها بعض الزملاء لزملائهم اللي عاشوا معهم 20 سنة في العمل بعض الأخطاء الطبية ذهبت أدراج الرياح لأنه ما كان في مرافق يسأل وراء الموضوع أو أحد يسأل وراء الأمر فممكن نعزو زيادة العدد في الفترة هذه إلى زيادة الوعي لدى المجتمع إلى الاشتكاء على الأخطاء الطبية وجود وسائل التواصل الاجتماعي فتحت قنوات فتحت أذهن الناس صار الخطأ الطبي واضح صارت المضاعفات الطبية واضحة صار في ثقافة لدى المجتمع شكراً فعلشان كذا يمكن الأرقام زادت بدأت الناس تشتكي شكرك محمد في نقطة بس بسيطة إذا تسمح لي بس باختصار لأنه وقت فقرتنا انتهى باختصار جدا في دائما قضية على هذا المنبر ذكرناها نتمنى من معالي وزير الصحة أو المسؤولين في وزارة الصحة التصريح بقضية خريجين الدبلومات الصحية طرحتها معاك قبل كذا وإلى الآن لم يصدر تصريح بخصوص الموضوع 5000 مواطن بانتظار رد من وزير الصحة على هذا الأمر ومنا إلى وزارة الصحة ووزير الصحة بعد في موضوع خريج الدبلومات الصحية اللي ما زالت معاناتهم مستمرة واتمنى يكون لها حل حتى لو كان في ظل الظروف الاقتصادية توقع يعني بالإمكان إيجاد حل لهم ومعاناتهم وإن شاء الله حنا فتحنا ملفهم بنفتح ملفهم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أن يحل مشكلتهم شكرا لكم شكرا لك أستاذ إبراهيم المسيطر رئيس قسم الشؤون القانونية بوزارة الصحة سابقا شكرا كذلك لضيفنا من جدة أستاذ محمد أسنان الكاتب الصحفي المختص في الشأن الصحي ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل لنعود